علاش؟ لأنه الدين بتاعنا هو من عند البلدان غالبية، من البلدان اللي في وضعية مالية حرجة حاليا، ثم أزمة اقتصادية خاصة معناها الاتحاد الأوروبي، معناها يحاول يدعم أكثر حاجة اليونان، نشوف الدعم اللي وقع في السياحة لليونان، هذا الكل معناها يخلي اللي هي إمكانية أنه ننجحوا في العملية هذه صعبة، لكن أنا أعتقد لي ضروري أنه معناها نشوفوا المسار هذه إيش نجم يعطينا، وأكيد أنه باش يعطي كلمة يعطيش الكثير، يعطي على الأقل القليل اللي يمكننا من، لكن نحب نقول حاجة معناها أنا سمعتكم مقبلي كما ما دخلناش فيما يخص الاعتصامات والاتحاد الشغل وكذا، معناها فما الاعتصامات المنظمة احنا ما تقلقناش وما تخوفناش، معناها علاش ما تخوفناش؟ انها مأطرة، لان امكانية بناء حوار مع الناس اللي تقوم بالاعتصامات هذه وارد. انا اليوم الصباح وقت جانا وفد من الحوض المنجمي مأطر من قيادة الاتحاد عام تونسي الشغل ممثلين فيه المدن الحوض المنجمي، واني شفت لاول مره يجيونا من الاطراف اللي كانت متنازعه اللي الجريديه وولاد بو يحيى يجيو مع بعضهم ويقدموا مطالب مع بعضهم، احنا مفتوحين الحوار، وكان الحوار ثري ومجدي، وصلنا الحلول، وصلنا الى تمشي اللي باش يخلي اليوم الحوض المنجمي والنشاط السي بي جي رجع تقريبا تماما 100%. هذه معناها نقطه مهمه، راه معناها ما نحبش انا اليوم نخليه معناها نقولوا كل ما نعمل اعتصام ولا كل ما عمل اضراب ومؤثر معناها نلقي عليه التهمه، لا مش صحيح. نعطيك مثال، كانت عندنا ازمه في مؤسسه خاصه مع النقابه التابعه لاتحاد عام تونسي الشغل، أدت إلى معناها وضع متعطل توا أشهر، معناها 5 أو 6 أشهر، وصلت إلى القضاء وثم قرار قضائي، احنا حكينا مع كوزارة، تحاورنا مع صاحب المؤسسة وأقنعناه بتجنب القضاء في حل الخلاف الشغلي، وتوصلنا إلى حل، وإن شاء الله يوم الثلاثاء مش ترجع للمؤسسة تخدم. طيب هذا هو معناها هذا اللي حبيت نقول، هو التمشي هو هذا. خليني هو معك التمشي خليني معك في نقطة أخرى سيد الوزير، واضحة الفكرة. خليني أكمل الفكرة. الفكرة واضحة فيما يتعلق بالاعتصامات المنظمة. لا مش لكي نفسر فيها للناس يسمعوا فينا. لكن الأخطر اليوم المهم تفضل. المهم أول حاجة هي الصراحة. ثاني حاجة هي الصراحة اللي تمكنك من بناء الثقة والوضوح، ونحطوا الأرقام على الطاولة ونقول ها واش تم. ثم قطعة جاتو باش نقسموها، كانك انت تحب تاخذ باي كبير، راهو جارك اللي يمكن كيفك في وضعيته الاجتماعية ولا أقل منك باش ياخذ أقل منك، وقت تحط الواقع هذا نبنيه تونس مع بعضنا طريقة تشاركية، هذا هو هذا المنطق الجديد، هذا هو منطق الثورة. كان نخرجوا من المنطق هذا باش يولي العدم. الشو اللي وقع في الفترة نتاع المخلوع وأنه سياسات معناها تاع تبنيج ولا نتاع حلول وقتيه، كيما اليات التشغيل، هاو جيب هاو نعطيهم الحظايا، هاو اعطيهم اليه 16 صندوق التشغيل، معناها تجي انت انسان عنده معناها اجازه ولا تعطيه 120 دينار وساعات 80 دينار، وتخلينا اليوم احنا في وضعيه اللي كرامه السيد البشر اللي يخدم في الخدمه هذه ممسوسه، وبطبيعه الحال هو يحتج وعنده الحق باش يحتج، لكن نلقاو روحنا قدام وضع مالي اللي ما مكناش، لكن يلزمنا نلقاو حل، لانه هذه اهداف الثوره، انه المواطن يسترجع الكرامه نتاعو، يسترجع حقه كمواطن عنده شغل وعنده طاقته اجتماعيه، هذه اهداف الثوره، هذه نبنيوها مع بعضنا ونتخلاو نهائيا مع الانماط هذه الهشه اللي كانت مجعوله باش تنوم العباد وباش تستغل العباد لخطر الحظائر فيهم، كذلك برشا برشا استغلال واستغلال فاحش، قال كلمة عبودية أنا ما حبيش نوصلها، لكن استغلال فاحش. إيه سيد الوزير، أنت حكيت على الاعتصامات المنظمة واللي فما حوار لكن الأخطر من هذا كله سيد الوزير أنه فما برشا اعتصامات اليوم اللي عشوائية، شنو باش تعملوا لهم الناس هذوما، خاصة أنه معظم مطالبهم هي العيش الكريم والحق في الشغل، على الأقل اجتماعيا في حلولنا العاجلة اليوم، شنو نجموا نجاوبوا الناس هذوما اللي اعتصموا اليوم واللي يقطعوا طرقات ويهدوا مصالح ناس أخرين؟ عديد المواطنين اللي يعملوا الاعتصامات هذه
من الحظاير. وانا نحب نقول اليوم قاعدين باش نحلوا مشكله الحظاير، باش نلقاو لها حل على الاقل مرحليا مرضي للناس. انا ناس تحس عندها شغل وكرم، هذا في انتظار معناها الـ 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 يمكن الادماج التدريجي هذايا نحكيو فيه مع اتحاد الشغل. معناها هذا معناها اش نجم نقول لك، تحت تهبط، نتصلوا بالمواطنين، نقنعوا، نخلقوا معناها طرف محاور في غالب الوقت هي النقابه، ومعناها فعاليات وجمعيات المجتمع المدني نبنيه معاهم. هذا هي، ما ثمش تمشي اخر راهو. معناها العمليه كما قال سي محمد، معناها السلم الاجتماعيه والتنميه يلزم تمشيو متوازيه، ما تنجمش تكون اي ما نتحركوا الا ما تركحوا. لا، ما مش صحيح، كله مش يمشي مع بعض. ناخذوا اتصال هاتفي اخر من مواطن، سي عبد الواحد نصري من القصرين. مرحبا بك سي عبد الواحد. مرحبا اخويا وليد عصامه. اهلا وسهلا. وبيك سيدي مرحبا، ونسلموا على الحاضرين الكل، سيرتو الوزراء والاتحاد العام التونسي للشغل وخونا زاد الخبير الاقتصادي. يعطيك الصحة. سيدي المداخلة نتاعي ابروبو الاعتصام. أول حاجة ماذا بينا الناس الكل نكونوا عقلانيين شوي. أنا نتكلم فيك بطال ومتخرج ومن عائلة مع سيتياسيون سوسيال يعني تابعة لخ، أما اللي توا يلزمنا شوي صبر على الحكومة هذه مع الاعتصامات. مي يعني الاعتصامات اللي تكون باش تقدم بينا باش عندنا مطالب نوصلوها يعني للاداره وللسلطه وللحكومه في المكان دون تعطيل يعني ديزون الخدمه نتاعنا ونخلوا العزم نتاع الاقتصاد الدول. هذه الرومارك الاولى. الرومارك الثانيه نحب بالله في اطار التنميه، خاطر الشغل نتاعنا الكل التنميه، للسيد وزير التنميه. انا مثلا نحكي لك، فما نفكر في بعض مشروع فلاحي. العائق نتاعي عندي ارض 60 هكتار ماهيش مسجله. نمشي بارتو، مشيت لتونس، مشيت يعني للسلطات المحليه للجهويه باش نطرح المساله هذه، ما نلقاش حتى ريبونس. بريمو. الحاجه الثانيه، انا حسب رايي تو قبل كنا الولايه هي يعني الوسيط بين السلطه المركزيه والجهات. انا جوفار، انا غيرنا صحيح ولات، اما راني الراء في الاداره ورؤساء المصالح، باش ما نقولش الكل، اما نحكي لك على القاسرين الجهه نتاعي، عناها من الريجيم اللي فات وما قدموا حتى شيء للبلاد. دونك راهي التنميه من غير اداره ومن غير هيكله صحيحه، رانا نجموا نمشوا تو بور عام ومن بعد نرجعوا نفس الحكايه. الور قبل ما نفكروا في البروجيات نعملوا انفراستركتور نتاع اداره تنجم تقدم بينا لقدام، واداره اللي هي فريمون عندها روح التونسيه وعندها روح الثوره وتخمم في بناء البلاد. هذه على رومارك صغير. وكونسيرنو بلي رومارك صغير زاد اللي العام التونسي للشغل، سي فرحات حساد الله يرحمه، راهو يعني وقت نتذكروا احبك يا شعب. جاء حبوا المرحله الراهنه هذه، حبوا الحكومه هذه اللي اون غروند بارتي عباد الكل عدت المواتير يعني نصف حياتها في الحبس، جيست بور ان برانسيب. انا راني نوتر، جو سوي نوتر يعني محايد. اما خلينا نبنوا تونس وخلينا نمشوا لقدام. ورومارك اخر رومارك بالنسبه للعمال الحظاير، راهي زاده جانب كبير عباد تاخذ فيه سالير يعني هو وما همش يخدموا، نجموا مشاريع مثلا في البنيه التحتيه هذوما ياخذوا فيه سالير يعني ديزون اللي يخلصوا عليه تو تنجم الدوله تستغلها في مشاريع، واللي باش يخلصوا بهما نجموا نعملوا بهم ديزون في حاجات اخرى. وصلت الفكره سيد، وان شاء الله بون كونتينياسيون. زاد انت ربي معك، خاطر ان شاء الله رجعت تتطور وان شاء الله ربي معك كويس. شكرا، هذا واجبنا سي عبد الواحد ناصري. شكرا، كنت معنا بالهاتف من القصرين. يظهر لي سي عبد الواحد مواطن وعطى برشا حلول، تحدث ليك سيد الوزير وايضا تحدث الاتحاد، يعني الجهات المحرومه تقريبا عندنا 14 ولايه داخليه، يعني شنو ممكن الحلول العاجله في مستوى يتعلق بالتنميه، مثلا بعث المشاريع لبعض حتى المتخرجين، مش حتى معناها إجابة للسيد اللي دخل توا. معناها أنا مرحبا به، يتفضل بحذايا ويجيب لي الملف وإن شاء الله بقدرة الله نتصل معناها بوزارة أملاك الدولة، وعلى أساس أنه معناها تتحل مشكلته كما العديد من المستثمرين اللي جاونا، وإن شاء الله أحنا على ذمتهم من أجل تذليل العراقيل هذه. بصفة عامة، أحنا توجهنا الاستراتيجي في التنمية في تونس
هو ولو اني معناها مع كلام دكتورنا واستاذنا معناها سي الهدار على اساس انه الموارد صحيح ضعيفه وميزانيه الدوله ضعيفه، ولكن من جانب اخر انا متفائل. متفائل بصدق ومتفائل معتمد على واقع، واقع اللي هو عيني موجود. الامكانيات الموجوده في تونس امكانيات كبيره وامكانيات مهوله، اللي معناها وللاسف الناس ما كانتش عندها الفرصه باش انها تثمنك الامكانيات هذيك. حاليا معناها وفي جميع الجهات اكانت داخليه والا كانت ساحليه، ثم ثروات طبيعيه، ثم ثروات ثقافيه، ثم موارد، ثم امكانيات نتاع استثمار كبيره. صحيح الاستثمار العام يعتمد على ميزانيه الدوله، وهذيك الدوله باش تستثمر وتصرفها اعتمادا على مداخيلها، من مداخيلها اللي هي معتمده على الاداءات ولا غير مداخيل غير ادائيه ولا عن طريق القروض. ولكن التنميه زاده كيف كيف راهي تعتمد على الاستثمار الخاص. والاستثمار الخاص حاليا معناها واحنا ذكرنا تو تسويق معناها الثوره، احنا تو حاليا نعملوا هذايا مشروعنا، وهذوما معناها العينات نتاع نتائج بحث اللي قمنا به في داخل وزاره التنميه، جمله من مشاريع الاستثمار اللي هي حاليا ما عندهاش مستثمر وهي فرص نتاع استثمار، اللي هي فما استثمارات كبيره اكثر من 10 مليون دينار، فما ما بين 10 و5 مليون دينار، وفما اقل من 5 مليون دينار، اللي هي باش توفر لنا امكانيات نتاع تشغيل كبيره برشا، امكانيات هائله، والارقام عندي كنت حبوا تعطوني الفرصه باش اني نقدمها. علاوة على هذا عندنا كذلك عديد من مشاريع الاستثمار هذوما، هذه معناها الملف هذايا قائمة متاع مستثمرين توانسة اللي هو درس المشروع وعنده موافقة متاع تمويل وعنده حتى الماكينات وعنده الموقع وعنده كل شيء، ولكن لعدم الاستقرار ما نجمش يتعدى إلى الإنجاز. وهذوما زاد مشاريع اللي قادرين باش يوفرون مواطن شغل كبيرة برشا. حاجة أخرى وهذايا معناها أنا فرحان باش أني نذكرها. علاش؟ على خاطر هذوما توانسة اللي هما أصحاب رأس مال، اللي هما تقدموا اليوم لينا وجابوا لنا مقترحات برامج تشغيلية كبيرة. معناها نذكر على سبيل الذكر لا سبيل الحصر. معناها سي محمد فريخة اللي هو صاحب شركة تلنت، جاب لنا مشروع اللي هو يعتمد على تكنولوجيات الاتصال، اللي قادر فيه خمسة أجزاء، فيه معناها استعمال وسائل الاتصال للإدارة وعلى مستوى معناها على مستوى معناها الدولة، إي جوفرمنت، إي كوميرس، إي سونتي، إي إدوكيشن، إي سيرفيس. هذوما بكلهم استثمارات معتمدة على الكفاءات اللي عندنا في تونس، اللي ناس حاملين الشهادات العليا واللي قادرة باش أنه تستقطب في سنة 2012 برك 5000، ثم في السنوات القادمة باش توصل حتى ل 50000. وامس كيف عملنا الندوة معناها قدمنا المشروع هذايا بالتدقيق. عندنا كذلك هذايا مشروع ثاني اللي قدمه مستثمر تونسي معناها كبير، وهو ناشط كبير في سوق الأوراق المالية، سي خالد عقيد. وقدمنا المشروع هذايا وفيه ثلاثة مشاريع اللي هي توصل باش أنها توفر لنا ما يفوق على 80,000 موطن شغل. نعطيك حاجة أخرى، هذه دراسة علمية قامت بها مؤسسة ماكنزي، معناها مكتب دراسات عالمي معروف، اللي اقترح أنه كيفاش تونس تدخل في الأوفشورينج، هذوما جملة من الخدمات اللي هي معتمدة على الكفاءات اللي عندنا واللي هي قادرة معناها توفر لنا 150,000 موطن شغل من سنة 2012 حتى لسنة 2020. معناها احنا تو متعلق بال يعني على المدى الطويل، على المدى القصير وعلى المدى البعيد. نعطيك الارقام اللي هي متاع 2012. معناها انا تفائلي منين جاء؟ منين جاء؟ جاء من تصور استراتيجي احنا اخترناه، انه التنميه تو يلزمها تعتمد على تثمين الثروات الطبيعيه والثقافيه الموجوده في كل جهه وتحويلها الى ميزه تنافسيه.